فيها، ولازم ان احنا نساعد في احياء الامل، وان شاء الله باذن الله عسى الله يكتب اجرنا وتكسر زي هذه المبادرات اللي نفرح فيها دائما. انتم يعني ما شاء الله مطربين مندياليين، وما نقدر نقول لكم شيء. اليوم انتم متعودين على هذه الاجواء اكيد. اكيد اكيد. احنا شوف بالنسبه حق رحبوا هذه كانت نقطه تحول بالنسبه لنا كلنا، يعني هذه اغنيه للتاريخ، والمباراة هذه صراحه اسمها على ما سماها. فريق اسم ابو فله للي تابعنا، وفريق شانكس، فريق يدربه أرسن فينجر، وفريق يدربه أنطونيو كونتي. كل فريق في نجوم من السوشيال ميديا ونجوم وأساطير في كرة القدم. من خلال هذه المبادرة راح نعلق نستمتع. 2-1 تنطلق إذا المشاهدين متابعين هنا. أوه دخول ممتاز، لمحة ركلة الجزاء حكم لقاء بيفار ولا بيفار ما قال فيها شيء. هذا تايو كيمورا من فينجر ورا هذه الطابة. الله جول. شو سوي ابو فله؟ ضياح ابو فله. هذا الفريق وصلت. هذه لعبته في برشلونه، لعبته ايام بالنسبه لي الياباني مره ثانيه في داخل منطقه الجزاء. اول الاهداف ياتي هوفمان عن طريق الهوفمان. هو من يسجل الان و على طريقه رونالدو بنتيجه المواجهه. اندرز هوفمان يسجل هذه الكره، هذه المحاوله دخل هوفلات الترجيح في حال تم الاحتكام. شوفه الى ركلات الترجيح او تعادل الكره. لعيب الولد بشكل مثالي جدا. لعيب ايش رايك فيه؟ والله انا فاجئني مستواه بصراحه، يعني انا خسرت اللي اعتز. اوه الله اوه عدت على خير. بعد هو الياباني. تعادل ممكن. ركبه تشيلسي. شاركي الله 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 المتعه لنفس الاحتفاليه. اي والله لنفس الاحتفاليه كاكا، وتشعر حتى من خلال الاحتفاليه يستشعر قيمه الفرح اللي موجود في المدرج. لذلك تلاقيه يفرح يستانس بالهدف اللي سجله، ولو انها مباراه لاحياء الامل، مبادره خيريه. متابعين السوشيال ميديا او حتى على الرياض. يا سلام هذا شيء عظيم اللي قاعد. كاكا اوي 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 الثاني لفريق ابو فله. وين سكت ابو فله اليوم؟ وين راح صج؟ ابو فله هناك موجود؟ فله موجود. اوكي. اللي سجل ايمان اس في 2، اعتقد ايمان اس في 2 او 99 في الميدان. سبيد طبعا يدخل الى فريق. الله يا حبيبي. محتوى مو بالضروره ان يا سلام ديفيد فيا يسجل التعادل لفريق تشانكس بتسديده حلوه من خارج منطقه الجزاء. هذا له ذكريات هذه. شوف لعاده اللاعبين القدامى او حتى صناع المحتوى لما الله يغرب ابليسك. تعال الله يغرب ابليسك يا سبيد. خلاص سبيد برا لا سبيد دخل كل اللي في الملعب الاسلام كلهم سجدوا. الكل سجد بعد ضياع هامة ويسدد كرة مثل هذه في المرمى. عموما دقيقة أخيرة، هدف ثالث يأتي لمصلحة فريق تشانكس الآن عن طريق جاست. هو من يسجل في اللحظات الأخيرة. جاست رياض يسجل
ويتقدم مع نهاية شوط المباراة الأول. سبيد ما احتفل الحين واقف عند الجول. متحسب حاول هاي مخلينا. لا 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 انسى 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 شيء اسمه كرة هنا في هذه المواجهة. مفلة أندية أوروبية وكبيرة لحضور المباريات لترغيب الجمهور حفلات خصوصا يعني قبل البطولات بعد يكون حلو بعد لا 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 موجود الله فرصة خطيرة سلام. جدا فرصة خطيرة جدا وتزرف السكاي بوكس تشوف السكاي بوكس هناك فل اي والله سكاي بوكس فل ركلة ضربة جزاء بفلة بفلة ركلة جزاء لابو فلة فيدي ركلة الجزاء للتعادل بوفلة أخيرا حركة سجل. ميسي يقهر في سبيد مستر كريستيانو ميسي عمل دمج ميسي وكريستيانو الثنتين الحركتين مع بعض يا سلام عليك أبو فلة لا وهذه الثالثة مالت جرناتشو بعد ويدري انه واحد ما راح يسجل غير في الشوط الثاني اتمنى انه هو ايضا كتوقيت للمباراه في سعي من عندنا وفي ناس لا مثل ما تكلمت يعني في ناس الله الله دروكبا تصنع ودروكبا يسجل دي بذكريات دوري الابطال ومن ملعب ستانفورد بريدج إلى ملعب أحمد بن علي ديدي دروكبا يضع بصمته هنا في هذه المواجهة ويتقدم بنتيجة اللقاء أسطورة تشيلسي أحد أبرز الأسماء منتخب يطلعوا بين الشوطين أيوة بين الشوطين اللي حمار رجعوا لأنه زحمة قوم قوم احتسب الله 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 ما شاء الله الكاميرات كل واحد مع التيم ماله ومع قناته والله تيم وقناه وكل شيء قناته هو يمكن برشلونه تشيلسي يمكن برشلونه تشيلسي لا انا اتكلم في نفس الفريق دروكبا هازارد يمكن على اخر ايام هازارد فريق جامعي بس ما ادري للحين ولا لا لكن هو طلع لاعب هنا الله يا سلام الله هازارد ودمرت الاصابات في مدريد دمرت الاصابات شوف ترى سمعه موجود تحت اعتقد يمكن الحين طالب فيه سمعه ما راح يسوي معاه لقاء لانه زعلان عليه؟ اي اوه وايد زعلان كان على هازارد من اللي بيدخل؟ هذا اللي عادل يهد كم سنة كان ضعيف الحين ما شاء الله صار كبر طبعا لأن في محتوى بالنسبة حق فيلي 20 مليون؟ 20 مليون ما شاء الله ايه عنده مقاطع ما جابوا مستر بيست أنا أتوقع المفروض يجيبون مستر بيست الله أيوه فهذا الشيء مميز ها ناكامورا بيسأل مثل ما تكلم أبو مشاري أكيد بيسأل ليش مسوين مباراة خصوصا في قطر إيمان إز رقبه ما أدري نحصل إيمان إز في تو لكن التنوع في حضور مجموعة من صناع المحتوى الله ضيعها مين هذا؟ هذا ما أدري عنه خلينا نشوف اسمه ونعطيك الخبر اليقين شلون ضاعت؟ نشوف اسمه لو أن سبيد علين فوق الجميع عمل راح الله برافو استمتع شنو قال؟ عيب طق على راسه طق على راسك حيل ياباني طق على راسك تايو كيمورا جاي هذا كله ما خلى شيء كله سالم باكج كامل خليه يروح
المواجهة. السابع ولا السابع تركبة يا السلام عليك. دي دي تركبة يا سلام. يسجل يسجل بطريقة جميلة جدا وبذكاء كبير جدا بالنسبة لدروغبا. هنا المرور هذا المرور هذا. الله الله يلا سبي يلا سبي وين سبي ما في فايدة وين سبي مش ما في فايدة حصل ديفيد بي انهى الامور يقول له اطلع انت متسلل اطلع انت متسلل بس ما في فايدة ما في فايدة. سبعة؟ نعم اثنين هم لابسين سبعة ايه وما يقدر ما يلبس الا سبعة اسبيد وهو وديفيد فيا الاثنين لابسين ما شاء الله. شوف الجماهير كلها طبعا مبروك لفريق تشانغز. الهدف ليس فوز وانتصار في النهاية الهدف التجمع الهدف وهم يعلمون ذلك. كارلوس كارلوس يعطون كارلوس آه. مبروك للأبطال مبروك لفريق تشانغز في مباراة اليوم. شكرا لفريق ابو فله مبروك مبروك لابو فله وفريق